إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى رضي الله عنه ولد في مكة المكرمة، وقد تميز في نشأته بإحسانه للقراءة والكتابة، حمله والده المسؤولية وهو صغير حيث دفعه إلى رعي الإبل مما أكسبه قوة التحمل وشدة البأس. عني بتاريخ قومه وشؤونهم، واشتغل بالتجارة وربح منها، مما جعله من كبار تجار مكة. تمتع بمكانة مهمة في المجتمع المكي قبل الإسلام، فكانت قريش تحتكم إلى جده نفيل بن عبد العزى في خصوماتها. توارث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أجداده هذه المكانة المهمة، فضلاً عن فطنته ووضوح بيانه وقوة حجته، فكانت قريش ترسله سفيراً لها لفض خصوماتهم بين القبائل. لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر رضي الله عنه من ألد أعداء الإسلام، فقد غضب ذات يوم على أخته وزوجها بسبب اعتناقهما الإسلام، فتوجه إلى بيت أخته متهددا، وكانوا يقرؤون القرآن قبل دخوله، فلما هدأ قال لهما: أعطوني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها. فقرأ الآيات الأولى من سورة طه، فأحس بخشوع كبير، ثم قال: دلوني على محمد. فانطلق إلى دار الأرقم فأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح المسلمون واستبشروا بإسلامه خيرا. استأذن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمين للصلاة عند الكعبة جهرا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا جميعا. فلما رأى كفار قريش النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ومعه عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، أصابتهم كآبة ثم لم تصبه مثلها. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كيف أثرت نشأة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تكوين شخصية قوية؟ تحمل المسؤولية منذ الصغر ورعى الإبل أكسبه قوة التحمل وشدة البأس. صفة التغيير الذي حدث لعمر رضي الله عنه عند دخوله بيت أخته، عندما سمع القرآن رق قلبه وهدى واستشعر حلاوة القرآن، فتوجه للرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعلن إسلامه. لماذا لقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالفاروق؟ لأنه فرق الله به بين الحق والباطل.
ما أثر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الدعوة الإسلامية؟ فبعد أن كان المسلمون يستخفون من الناس أصبحوا يجهرون بدعوتهم ورسالتهم متحدين قوى الظالم والشرك بسبب دخول عمر الإسلام، ولأنه فرق بين الحق والباطل وميز بينهما. نشأ منذ صغره على تحمل المسؤولية، فكان يرعى الإبل لوالده. ضروري تحمل المسؤولية منذ الصغر ومساعدة أبي في بعض أعماله منذ الصغر ورعاية إخوتي والمحافظة على دروسي. أحسن القراءة والكتابة وأهتم بتاريخ قومه وشؤونهم. الاهتمام بدروسي ودراستي حتى أكون عضو فعال في المجتمع. ترك الباطل واتباع الحق عندما عرفه. عدم الجلوس في مجالس اللهو مع رفاقي وترك المعاصي منذ صغري. وتعويد نفسي على عمل الخير وترك المنكرات.